على غير العادة في المنتزهات الساحلية بزخمها البهيج، لا يكاد يسمع على هذا الكورنيش سوى أصوات الأمواج الهادرة. كورنيش ميدي أحد أهم المعالم السياحية في حجة، والمتنفس الوحيد على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة الحدودية مع السعودية، بات خاويا على عروشه. فمع اندلاع المواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قبل 4 سنوات، تحولت هذه الوجهة السياحية إلى مسرح للمعارك الضارية. موقع الكورنيش في محيط ميناء ميدي الاستراتيجي شكل أهمية بالغة لميليشيا الحوثي التي اتخذته ثكنة عسكرية، فضلا عن اعتباره أحد شريانهم لتهريب الأسلحة قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني من تحريره مطلع العام 2016. هذا كورنيش ميدي الذي كان زاخرا وعامرا بالباعة والمتجولين والزوار من خارج المنطقة الذين يأتون إليه ليلا ونهارا، وأصبح بعد أن دخلت فيه الميليشيات الإنقلابية حولته إلى مكان خاو على عروشه. منذ إنشاء الكورنيش في 90ات القرن الماضي أصبح مقصدا سياحيا لآلاف الوافدين، علاوة على مئات العائلات من أبناء المنطقة الذين كانوا يقضون ساعات ترفيهية طويلة في ملاذهم الوحيد. ورغم معاناتهم من لظى المعارك ورحلات نزوحهم الشاقة، لا يزال يحدوهم الأمل بأن تضع الحرب أوزارها وتستعيد منتزهاتهم رونقها الأخاذ، ويستعيدون معها فرحتهم. محمد يوسف لقناة بلقيس، محافظة حجة.